بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي ومتابعي قناة مصر التعليمية، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة في برنامجكم في بيتنا مدرسة. النهاردة إن شاء الله معادنا مع حلقة جديدة من مجال تخصص الملابس الجاهزة، واتفقنا معاكم في حلقاتنا اللي فاتت ان مش كلامنا الفتره دي مرتبط بالماده الدراسيه الخاصه باعزائنا الطلبه والطالبات فقط، لا كلامنا بيكون موجه للاسره كلها بوجه عام ولربات الاسره، وكمان للي حابين مجال الملابس الجاهزه وحابين ان هم يستغلوا الهوايه اللي هم حابينها دي في ان هم يساعدوا نفسهم واللي حواليهم، ولو محتاجين كمان يقدموا مشروع صغير يبتدوا بيه برضو بتكون حاجه جميله جدا ومناسبه جدا ترفع من مستوانا الاقتصادي، وبرضو بنساعد في تحريك النشاط الاقتصادي بتاع الدوله بتاعتنا ولو بنسبه بسيطه. ان شاء الله النهارده في حلقتنا هنتكلم مع بعض على انواع الاكوان، زي ما اتكلمنا في حلقاتنا اللي فاتت ازاي اقدر اغير شكل الموديل بتاعي او خاصة الموديل الحريمي سواء كان بلوزة او فستان او ممكن جاكيت صيفي كمان، ازاي اقدر اغير شكله بفكرة تغيير بس مكان او تصريف بنسة الصدر او الكتف في اماكن مختلفة، وازاي اقدر اغير برضو شكل الموديل من خلال استخدام نوع من انواع الاكمام مختلف عن النوع الاساسي، حتى ولو كانت البلوزة بشكل بسيط خالص ازاي اقدر اغير في الموديل من خلال فكرة بسيطة قد تكون في شكل كم جديد سواء كان كم رجلان او كم كيمونو او ايا كان من الانواع اللي اتكلمنا عنها في حلقاتنا اللي فاتت. ان شاء الله النهارده برضو هنتكلم عن مفرد تاني من مفردات المنتج الحريمي وهي الاكوال اللي هي الكولة العادية خالص او بنسميها الياقة، تمام. بنقول ان احنا برضو عندنا انواع كتير من الاكوال او الياقات دي، بقدر من خلال شكل الكولة برضو لو البلوزة ما فيهاش اي نوع من انواع التصميمات او اي نوع من انواع الاقساط، ممكن من تغيير شكل الكولة او الياقة دي بس اغير شكل الموديل او التصميم بتاعي واحس ان انا لبست حاجة جديدة وشكلها مختلف، ممكن انا ابتكر شكل جديد ليها، ممكن اعمل اي استخدم خامة تانية مخالفة تديني احساس جديد حتى ولو نوع من انواع الكولة اللي متعارف عليها بس استخدمتها بخامة مختلفة، فاحس ان انا اللبس بتاعي مختلف عن اللبس اللي موجود في الاسواق واكون انا مختلفة بذوقي عن اللي منتشر في الأسواق. من أنواع الأكوال اللي احنا ممكن نقدر نعرفها في زي ما بنقول كده في أنواع خاصة بالأطفال لملابس الأطفال بيستخدموها وهي عادة بنسميها الكول بيبي، وهي بتكون كولة مسطحة، وده طبعا احنا عارفين هي بيبي لأن هي مسماة باسم الأطفال، يعني بيستخدموها في ملابس الأطفال. الكولة دي بتكون مسطحة نايمة جدا على الجسم، وسبب ان احنا بنستخدمها في ملابس الأطفال ان لو حضراتكم طبعا كلكم بتبقوا عارفين ان حجم راس الطفل في بلاس يعني حجم راس الطفل بتبقى كبيرة ووزنها تقيل عليه، فما بيبقاش فيه مسافة للرقبة، فدايما بتبقى نايمة رقبته أو راسه على الجسم، فما بنبقاش محتاجين حاجة مرتفعة من هنا فتضايقه أو يحصل عملية احتكاك هنا في منطقة الرقبة، فبنسميها الكول بيبي مخصصة لملابس الأطفال. طب هل هي معنى ان هي مسماة بالكول بيبي ان هي تكون مخصصة لملابس الأطفال فقط؟ لا، احنا برضو في ملابس الحريمي ممكن نعمل عليها بعض التعديلات البسيطة ونستخدمها في ملابسنا زي ما هنشوف مع بعض. في برضو كولة تانية اسمها الكول سبور، ودي من اسمها تتلبس مع الملابس الكاجوال وبرضو هنشوف شكلها بيكون عامل ازاي. في كولة تانية عندي اسمها الكول شيميزي، ومن اسمها ان احنا بنستخدمها مع الشميز او بتكون منفذة مع الشميز، شكلها مقارب جدا للكول السبور بس في فرق بسيط كمتخصصين بقى في مجال الملابس هنشوفها مع بعض ونعرف ايه الفرق ما بين الكول شيميزي والكول سبور. برضو في عندي نوع تاني من الاكوال اسمه الكول البحاري، ومن اسمه زي ما حضراتكم عارفين بنستخدمه او بيستخدم في المجال البحري، متعارف عليه في الزي البحري
العسكري يعني استغلينا واخدنا شكل الكولا ده وبرضه بننفذه سواء كان في ملابس الاطفال او في ملابس الحريمي مع نوعيات مختلفه من الخامات مع نوعيات مختلفه من الالوان، بيديني شكل ظريف ولذيذ جدا زي ما هنشوف مع بعض. في عندي نوع تاني من الاكوال اسمه الكول اوفيسي او اوفسي. الكول اوفيسي ده هو الكول المرتفع، عاده بيبقى متعارف عليه في البلاطي البلطو، البلطو لما بيكون الطويل بيبقى فيه معاه نوع من الكولة المرتفعه كده اللي هي بتبقى نص كولة بس كده، بتبقى برضو بتدي شكل لطيف، احيانا بيبقى فيها دوران من الامام شويه، احيانا بتبقى خط مستقيم على حسب طبعا الموديل المستخدمه فيه، برضو بتدي شكل جميل. بس مش معنى كده ان هي بتستخدم مع البلطو فقط، لا لا خالص، احنا ممكن نستخدمها بنوعيات خامات مختلفه مع البلوزه او الفستان الحريمي، برضو بتدي شكل لطيف وهنشوف شكلها مع بعض بيكون عامل ازاي. في برضو عندي نوع تاني من الاكوال واحنا بنسميه الكول شال والكول تايير، ودي عادة بتستخدم في الجواكت الحريمي او البلاطي طبعا على حسب نوع الخامة المستخدمة وعلى حجم حجم الكولة وشكلها، بتستخدم في البلاطي بس، لا طبعا ممكن استخدمها في البلوزة بحجم صغير على حسب نوع الخامة، ممكن استخدمها في الجواكت الصيفية برضو بتديني شكل لطيف. هنعرف ايه الفرق ما بينها وبين الكول تايير. من الكول شال من اسمها كده كأني لافف شال حوالين الرقبة بتاعتي فبحس ان هي قطعة واحدة. الكول تايير نفس الفكرة برضو بس مع اختلاف صغير، هي بتديني نفس الشكل بس بيبقى فيه فاصل كده بيبقى موجود في الرقبة بيديني شكل كولا لوحديها وريفيرا لوحديها، وهنعرف يعني ايه الريفيرا في كلامنا بعد كده، هنلاقيها ان هي الجزء المنفصل اللي بيبقى متني لوحده، ده هنشوف مع بعض الكلام ده بيكون عامل ازاي. نبدأ كده مع بعض حلقتنا. عندي انواع الاكوال، شوفوا كده حضراتكم الانواع الاكوال بنقسمها بوجه عام لثلاث انواع من الاكوال. عندي حاجة اسمها الكول شال زي ما قلنا، الكول شال دي بتكون هي الأساس وبيطلع منها نوع تاني هي الكول تايير، تمام كده. عندي نوع تاني يبقى عندي الكول شال، في الأكوال المرتفعة وفي الأكوال المسطحة. يبقى الأكوال بوجه عام بينقسموا إلى ثلاث نوعيات من الأكوال، الكول شال والأكوال المرتفعة والأكوال المسطحة. طيب قلنا ان الكول شال بيصدر عنها او بينتج منها او ممكن اطلع منها نوع تاني من الاكوال هو الكول تايير. طيب الاكوال المرتفعة عندي منها تلات انواع، الاكوال المرتفعة بتنقسم معايا لتلات انواع، الكول شيميزي والكول السبور والكول اوفيسي، تمام. عندي الاكوال المسطحة وهي بتنقسم معايا لنوعين، للكول البحاري والكول بيبيه زي ما احنا قلنا. نبدأ كده مع بعض ونشوف، هنبدأ بالكول شيميزي اللي هو المتعارف عليه في القميص الرجالي بوجه عام، تمام. شوفوا حضراتكم كده معايا ادي شكل الكولة، بس انا حاسس او شايف قدامي او في وقت تفصيلها بيبقى عندي هنا، شايفين الجزء اللي حضراتكم اللي طالع ده اللي هو فيه الزرار والعروة، ده بنسميه رجل الكولة. يبقى انا يبقى عندي الكولة نفسها عبارة عن قطعتين مقسومة لجزئين، الجزء العلوي هو الكولة والجزء السفلي اللي هو رجل الكولة، تمام، اللي هو بيبقى محطوط فيه العروة والزرار بتاعتي، وهو ده اللي بيبقى بيتصل منه او من خلاله الكولة مع القميص نفسه، تمام كده. عايزين ناخد بالنا من الفرق علشان احنا بقى في مجال تخصص الملابس وعايزين نبقى فاهمين احنا بنتكلم في ايه ونقصد ايه. احنا لما بنيجي نقول الكول شيميزي هي الكولة المتعارف عليها في القميص الرجالي، والكولة نفسها بتبقى عبارة عن قطعتين، الجزء العلوي اللي هو زي ما حضراتكم شايفينه بيبقى متني لبره ده، والجزء السفلي اللي احنا بنسميه رجل الكولة. معنى كده ان في خط خياطة لافف معايا هنا، تمام، في خط خياطة لافف معايا هنا، الكولة دي بتبقى جوه الطبقتين بتوع رجل الكولة، ورجل الكولة دي هي مكان اتصال الكولة نفسها
مع الجسم بتاع القميص. دي كده الكول شيميزيه، وعرفنا ان هي مقسومه لجزئين او لقطعتين. نيجي نشوف الكول السبور. بصوا حضراتكم كده، هي كولة بسيطة خالص شبه الكولة الشيميزيه اللي احنا كنا لسه شايفينها، بس زي ما حضراتكم شايفين معايا كده هي الكولة كلها على بعضيها قطعة واحدة، يعني ما عنديش هنا في جزء خياطة في رجل مفصولة ونرجع نخيطها تاني، لا دي مش موجودة في الكول سبور. يبقى انا كده اقدر افرق بين الكول شيميزيه والكول سبور. الكول شيميزيه هي كولة زي الكول السبور بالظبط، بس فيها جزئين او مقسومه لجزئين، الجزء العلوي هي الكوله اللي بتبقى متنيه لبره، والجزء السفلي اللي هو كان فيها العروه والزرار اللي احنا بنسميها رجل الكوله. اما الكول السبور هي قطعه واحده، او احيانا برضو بيكون ظاهر عندي او في اثناء التفصيل او الحياكه بتاع الكول السبور اللي ظاهره قدامنا هي برضو بتبقى قطعتين، بس القطعه السفليه من الكوله بتبقى مخفيه غير ظاهره. يعني احيانا برضو في التفصيل او في بعض المصانع بيبقى عندي الكول السبور برضو من قطعتين، بس القطعة السفلية مخفية. يعني ايه مخفية؟ يعني موجودة في الجزء الخلفي فقط، موجودة في الجزء الخلفي فقط، لكن مش ظاهرة من عندي من هنا من قدام. تمام كده؟ يبقى الفرق بين الكول شيميزي والكول سبور، الشيميزي اساسي من قطعتين، قطعة علوية وقطعة سفلية اللي احنا بنسميها رجل الكولة اللي هي بيبقى فيها العروة والزرار. اما الكول السبور هي قطعة كاملة على بعضيها، مفيش خط خياطة، الا في بعض المصانع بنستخدم او بننفذ فيها جزء سفلي بس بيكون مخفي. يعني ايه مخفي؟ زي ما قلنا في الجزء الخلفي فقط، لكن مش ظاهر من عندي من قدام زي الكول شيميزي. نيجي نشوف برضو معانا نوع تاني من الاكوال، الكول الأوفيسي. ده النوع نوع من الأنواع الأكوال المرتفعة. بصوا حضراتكم كده شايفين الجزء المرتفع، يعني أنا الجاكيت بتاعي أدي الكتف بتاعه وأدي حردة الرقبة واقفة لحد هنا، شايفين الجزء اللي واقف بقى ده هو ده اللي احنا بنسميه الكول أوفيسي، الكول أوفيسي. طب نيجي على الصورة اللي موجودة في الشمال، شايفين حضراتكم الجزء اللي واقف ده، أنا حردة الرقبة المفترض بتاعتي الأساسية أهي، هي دي الجزء المرتفع ده اللي احنا بنسميه الكول أوفيسي، عشان كده بنسميها الكول مرتفع، كأنها بتديني احساس نص كولة بالظبط. لكن هل هي ليها جزء متني بيتني لبره؟ لا هي ملهاش، هو ده الارتفاع الثابت بتاعها، بيبقى من حردة الرقبة. تمام، بيبقى معايا من حردة الرقبة من هنا مرتفع المسافة دي بس، خلاص من حردة الرقبة الأساسية بتاعتي دي مرتفع لحد نص الرقبة تقريبا، وبيبقى لافف معايا للرقبة كاملة، خلاص ملهوش جزء متني لبره، لا مش موجود ده فيه خالص، الكول أوفيسي هو الارتفاع ده فقط. تمام كده، ظاهر معايا برضو في الصورة التانية هنا اهو، بس هو هنا مديهوني بأشكال مردات مختلفة، يعني هنا برضو ادي الكولة اهي، هي الجزء المرتفع ده فقط ملهوش جزء متني لبره، هي دي بس. هنلاقيه هنا اقدر استخدمها مع المرد البسيط العادي، هنا بستخدمه مع المرد الكروازي، وزي ما شايفين حضراتكم شكل المرد الخارجي اداني انحناء كده، اداني احساس بالليونه لملابس النساء. تمام، اقدر استخدمها مع الجاكيت، اقدر استخدمها مع البلطو. تمام، هنا اداني برضو اقدر استخدمه مع الكروازي، بس اداني مع الامتداد بشكل حاد، يعني اداني زاويه قايمه هنا، فما فيش مشكلة أقدر أستخدمها، وبيديني إمكانياتها أن أنا أقدر أستخدمها مع نوعيات مختلفة من المردات. خلاص، يبقى ده الكول أوفيسي اللي موجود، اللي أنا أقدر أكون برضو لازم أكون فاهمه وأقدر أن أنا أعرفه. هاجي بعد كده لأنواع الكول المسطحة، ومنها الكول البحاري. شايفين حضراتكم ده، دي نوعيات من الأكوال البحاري. لو تفتكروا حضراتكم الاكوال دي متعارف عليها، بالذات بتبقى باينه معانا في الافلام القديمه، الناس اللي بتتابع الافلام القديمه لو مش متابع، او طبعا الملابس العسكريه العسكريين اللي موجودين في
البحر بيكونوا لابسين بدلة بالمنظر ده، بيكون لونها أبيض وليها الكولا البحاري اللي متعارف عليها. أحيانا بيبقى شكلها مربع من قدام ونفس الفكرة مربع من ورا، هي بتكون عريضة مسطحة على الجسم، بيبقى معايا تقريبا لنهاية الكتف أو لقبل نهاية الكتف بمسافة بسيطة، بتديني شكل مربع من قدام وشكل مربع من الخلف. في هنا الشكل التاني اللي موجود ليها زي ما حضراتكم شايفينه كده، هي معايا في الصورة، هي مش مربعة بقى، هي برضو واصلة تقريبا لنهاية الكتف أو قبل منه بحاجة بسيطة، بس مش نازلة بزاوية قايمة مربعة من قدام أو مستطيلة من قدام، لأ هو مديني شكل السبع. فده نوع تاني من الأكوال البحاري، وزي ما هي موجودة برضو معايا في الشكل التاني أهو في الصورة التانية أو في الموديل التاني. طبعا احساس الموديل هنا غير احساس الموديل هنا، لانه استخدم معايا الوان مختلفه، رغم ان الاتنين نفس شكل الكولا، بس مع اختلاف الالوان واختلاف الاضافات اللي هو ضافها في تصميم الموديل، اداني ان ده شكل وده شكل تاني خالص. فده اللي احنا بنقول عليه التنوع في الموديلات بتاعتنا، ازاي انا اقدر انوع في الموديل بتاعي من خلال فكره بسيطه خالص، سواء استخدمت خامه مختلفه او لون مختلف، ولو هو نفس الموديل بس غيرت بس في نوع الخامة او في اللون اللي انا بستخدمه، اداني احساس ان انا لبست حاجة جديدة وحاجة مختلفة. فهنا لو تاخدوا بالكم هي الكولا معايا هنا باللون الازرق، وعمل عليها الاضافات اللي هي الاشرطة المضافة هنا باللون الابيض، وحط هي الشارب البسيط المربوط او الكرافتة البسيطة اللي مربوطة دي بلون مخالف. هنا عكست معايا الالوان، خلت الكولا الاساسية هي باللون الابيض، والاشرطة اللي ضيفاها هي اللي باللون الازرق مع تغيير شكل او لون الفيونكة اللي هي حطتها، فادتني احساس موديل مختلف. شكل الموديل ده من ورا انا برضو لازم اتخيله، لو الصورة قدامي بالمنظر ده انا برضو لازم يبقى عندي فكر ان انا ابقى متطلع وشايف نوعيات الاكوال دي، بيكون الشكل بتاعها المتعارف عليه ايه، وعلى اساسها برضو اقدر اوظفه في الموديلات اللي مش ظاهرة قدامي الخلف بتاع المنتج بتاعها. ففي الحالة دي انا ممكن الظهر بتاع او الخلف بتاع الكولا دي ممكن انزل بيه خط مستقيم ويديني شكل مستطيل من ورا، او ممكن ان انا اعمله بدوران خفيف من ورا، فبرضو هيديني نفس الاحساس ويديني نفس التأثير اللي موجود معايا من ورا. دي برضو بتبقى حرية شخصية، بس بناء على تطلع او بناء على دراسة مسبقة لنوعيات الاكوال دي. انا يعني مش جايب الفكرة من دماغي، مش انا من دماغي كده قلت لا انا هحط المنظر ده، لا طبعا انا دارس باترون كويس ودارس الموديلات كويس وشايفها قبل كده من قدام ومن ورا. ممكن انا برسمة الموديل اللي قدامي الجديد ده او التصميم اللي قدامي الجديد مش ظاهر بقى الخلف بتاعه، انا اقدر اضيف الخلف بتاعه او احط فكرة الخلف بتاعه بناء على الافكار المسبقة اللي موجودة عندي او المخزونة عندي من اللي انا شفته قبل كده، تمام. لكن مش هقدر احط فكرة مني لنفسي، ممكن في الاخر بعد ما انفذها ويكون القماش معايا اللي انا مستخدماه غالي وما طلعتش الشكل اللي انا عايزه. فانا ما بحطش الفكرة من دماغي الا بناء على دراسة او رؤية مسبقة لحاجة شبيهة ليها، عشان اكون ضامن ان المنتج بتاعي يطلع بالشكل المظبوط، تمام. نيجي نشوف مع بعض برضو كولا تانية. ادي الكول بيبي اللي احنا كنا بنتكلم عليها، برضو هي كولا مسطحة زي ما حضراتكم شايفينها، ايه هي متعارف عليها دايما في ملابس الاطفال، هي بتكون بالمنظر ده بدوران كده خفيف من قدام، وحجمها بيكون صغير او عرضها بيكون صغير، طالع معايا لحد الاكتاف. بس هل هي اللي قدامي ده، المنتجات اللي قدامي دي، هل دي منتجات لملابس الاطفال؟ لا طبعا، هي منتجات هي حريمي زي ما احنا شايفين. اللي فوق ده معايا فستان، والموديلين اللي موجودين تحت دول بلوزات حريمي، مع اختلاف الخامة والالوان اللي انا مستخدماها قدرت اغير فكرة الكولا نفسها، بدل ما انا بستخدمها للاطفال بس، لا قدرت كمان استخدمها في الملابس الحريمي. هنا خليتها الديكولتيه بتاع حردة الرقبة نفسها او فتحة الرقبة نفسها، فتحة الرقبة العادية خالص المتعارف عليها، لكن مع استخدام خامة مختلفة، خامة دانتيلا او ركامة اهي منقوشة، فادتني تأثير مختلف خالص. الخامة دي انا ما اقدرش استخدمها مع ملابس الاطفال، والا
هتعمل حساسية أو وجع في جلد الأطفال، خصوصا إن الرقبة بتاعته بتكون نايمة على الجسم، فهيحصل احتكاك دائم مع الخامة اللي ليها بروز نتيجة النقشة دي أو الخيط المرتفع، فهنا بيعمل للأطفال حساسية أو احتكاك احمرار في الجلد. لكن مع الملابس الحريمي أنا أقدر أستخدمها ومش هيعمل معايا أي تأثير، ففي الحالة دي أديني استخدمتها أو استغلتها في الملابس الحريمي. نيجي نشوف في الموديل اللي تحت على اليمين، بصوا حضراتكم كده ادي البلوزة مقلمة معايا، وده منتشر جدا في الفترة الحالية مش المقلمة. استخدمت الخداع البصري اهو، بان انا خليت الكولة بتاعتي الكول بيبي بتاعتي خليت اتجاه الاقلام مختلف عن اقلام البلوزة نفسها، يعني اقلام البلوزة بالطول انا خليت الاقلام بتاعت الكولة او الكول بيبي او الياقة بالورب زي ما حضراتكم كده شايفين، فادتني خداع بصري تاني كأنها بتقلل لي العرض اللي موجود هنا. هل الكلام ده ينفع يكون مناسب لملابس الأطفال رغم ان الكولة دي كول بيبي؟ لا خالص، لا هنا اديني استغليت الكولة لكن في ملابس الحريم. شايفين برضو احنا هنا خلينا الديكولتي او فتحة الرقبة هنا واسعة، فطبعا دي مش هتكون مناسبة معايا للأطفال، لكن هنا انا غيرت الشكل بتاعي. هتلاقوا برضو نهاية الكولة من هنا بقى شبه مدبب شوية ومش دائري زي اللي متعارف عليه في الكول البيبي، فمعنى كده ان انا غيرت في الشكل شوية خليتها شبه مدببة. تعالوا للمنتج معايا او البلوزة اللي على الشمال، هنا برضو هي كول بيبي اهي، الديكولتي لا هي على قد فتحة الرقبة الاساسية ولا هي مفتوحة للاخر، هي فتحتها متوسطة. برضو استخدمتها بنفس لون الخامة، ادتني شكل لطيف جدا. نزلت بالميل بتاع الكول بيبي خط مستقيم، لكن الخط الخارجي للكولة نفسها عملتها باستدارة فادتني شكل مختلف عن الشكلين السابقين، وهنا الخامة نفسها خامة مختلفة ولون مختلف فادتني احساس تاني خالص رغم ان التلاتة كولة واحدة. فزي ما شفتوا كده قدام حضراتكم من خلال اختلاف الخامة واختلاف بسيط في الشكل او الخط الخارجي للكولة اداني احساس مختلف خالص لنوع الكولة نفسها، واستخدمت الكولة الخاصة بملابس الاطفال في ملابس الحريم وقدرت انوع في المنتج بتاعي. نيجي بعد كده لنوع تاني من انواع الاكوال وهو الكول شال، ودي اللي ان شاء الله هنشرحها مع بعض بالتفصيل النهاردة، وهي دي اللي هنبقى حابين نعرف الفرق بينها وبين الكول تاير، لان ممكن يساعدني ان انا استخدمها في عمل البلوزات او في نفس الوقت برضو في عمل الاكوال الخاصة بالجواكت الصيفية لو انا رايح مثلا مناسبة رسمية او خروجة مثلا ومحتاج اكون لابسة تيير او بدلة ومحتاجة اعمل الجاكيت، بس بيكون بخامة خفيفة تتناسب طبعا مع الجو اللي احنا عايشين فيه في الفترة الحالية الجو الحار، فبعمل جاكيت صيفي وببقى محتاج ان انا انفذ الكول شال او الكول تيير دي عليها، فنحب برضو نعرف الخطوات دي مع بعض. طيب انا حابة اعرف من يعني بوجه سريع كده ازاي انا نفسي اقدر اعمل الجاكيت الصيفي، طب ايه هو الباترون بتاعه؟ بكل بساطة احنا ممكن نبسط على نفسنا، مش هنحتاج ان احنا نعمل باترون مختلف. الباترون المتعارف عليه للكورساج اللي احنا اخدناه قبل كده اللي هو زي ما حضراتكم شايفينه معانا اللي هو كان الاساسي بتاعنا ده، اظهره لكم هنا اكتر، اللي هو ده اللي احنا استخدمناه قبل كده في عمل البلوزة. ممكن استخدم، بس دي طريقة مبسطة لي، احنا بنسهل على نفسنا دلوقتي في فترة الصيف علشان خاطر لو حابين ننفذ لنفسنا اكتر من منتج واحنا قاعدين في البيت او نسوق لنفسنا، انا ممكن استخدم نفس الباترون او الكورساج ده بس مع اختلاف في الزيادات المضافة على كل قانون. يعني مثلا انا هنا في عرض الباترون اللي انا استخدمته لعمل كورساج البلوزة قلت نصف محيط الصدر مثلا زائد 5 سنتي، ده عشان خاطر اعمل بلوزة. طب انا دلوقتي محتاجة اعمل جاكيت صيفي، معنى كلمة جاكيت ان انا هلبس بلوزة تحته او هلبس تيشيرت تحته او ايا كان في منتج تاني هيتلبس تحت الجاكيت، فلازم ادي اتساع اكتر، تمام، اللي هو سماحية اكتر لان في حاجة تانية تتحط
او تتلبس تحت منه. فبدل ما انا قلت هنا في عرض الباترون نص محيط الصدر مثلا زائد 5 سنتي، انا ممكن اقول زائد 6 سنتي زائد 7 سنتي على حسب نوع الخامة اللي انا هستخدمها. احنا بنقول طريقة مبسطة عشان نقدر ننفذ اللي احنا عايزينه في الصيف. هل في طريقة تانية احنا بنعمل بيها؟ في طريقة تانية ان شاء الله ندرسها مع بعض في الحلقات اللي جاية، بس احنا بنقول علشان نلحق لو حابين ننفذ مع بعض حاجة ونجرب فيها. الخامات الصيفية في الأقمشة بتكون خامات بسيطة وناعمة وسمكها قليل، فمش بنبقى محتاجين زيادة أكتر من كده. وهكذا بقى كل حاجة، يعني مثلا نص عرض الظهر زائد نص سنتي أخليه مثلا أنا زائد 1 سنتي أو 1.5، وهكذا كل جزئية في القانون زائد إضافة معينة كنا بنقول عليها مقدار راحة نزود شوية مقدار الراحة ده، فهيديني حجم الكورساج اللي قدامي ده حجم أكبر هقدر أستفاد منه، وهيديني حجم أكبر ليه البلوزة بتاعتي او للكورساج بتاعي، فده هيساعدني ان انا احط منتج تاني تحت الجاكيت. تمام، يبقى انا في الحالة دي مجرد ما ازود مقدار السماحيات او الاضافات اللي انا حطيتها في القوانين للراحة، لو زودتها شوية يديني سماحية اوسع للمنتج، كده نقدر استغله كجاكيت صيفي يتحط تحت منه او البس تحت منه بلوزة او تيشيرت او ايا كان المنتج اللي هلبسه من تحت، على اساسه هقدر انفذ معاه او اشتغل معاه الاكوال اللي احنا ان شاء الله هناخدها مع بعض دلوقتي اللي هي الكول شال او الكول تهيئ. نبدا مع بعض كده ونشوف الخطوات بتاعتنا. اول حاجه هنبداها مع بعض في الكول شال. بصوا حضراتكم ده الشكل بتاعه، شايفين كانه حاجه لفه حوالين رقبتي، كاني شال ملفوف حوالين رقبتي. تمام، عايزاكم تاخدوا بالكم بقى معايا هنا مفيش اي نوع من انواع الخياطات، كانه قماشه قطعه واحده ملفوفه، مفيش هنا في الكول اي نوع من انواع الخياطات، وهنا برضو في الشمال مفيش اي نوع من انواع الخياطات، كلها قطعه واحده. الاثنين كول شال، بس شايفين مجرد ان انا غيرت شكل الخط الخارجي بتاع الكوله اداني شكل منتج مختلف خالص. تمام، يعني هنا انا جبتها كلها على بعضيها بدوران، هنا انا مجرد بس ان انا اديت زاويه كده شويه فاداني احساس شكل تاني مختلف خالص، رغم ان هيبقى في طريقة التنفيذ هي نفس الطريقة. تمام، احنا بنقول باختلافات بسيطة اقدر اغير شكل الموديل بتاعي. نشوف مع بعض كده اول خطوة. بيقول لي اول حاجة يعد النموذج الاساسي لكورساج الامام مع تصريف بنسة الصدر الاساسية في خط الجنب، ده اللي احنا شغالين عليه في البطرونات اللي فاتت. بيطلب مني ان انا احضر كورساج الامام واصرف بنسة الصدر في خط الجنب. نشوف كده مع بعض، ادي اهو كورساج الامام اللي هو اللي احنا عارفينه، احنا قلنا ان احنا هنخليه لحد خط الخصر او الوسط، اما على حسب المنتج بتاعنا او الموديل بتاعنا انا عايز اطوله بطوله، يعني دي حسب الرغبة وحسب الراحة. قال لي نصرفه في خط الجنب، شديت خط، حددت النقطة مكان ما انا عايزه في خط الجنب اهو، وبعد كده شديت خط مستقيم من نقطة ارتكاز بنسة الصدر او نقطة نهاية بنسة الصدر لخط الجنب، وهو ده الخط اللي انا هقص عليه او هشق عليه، وهنقل بنسة الصدر اللي موجودة هنا دي الاساسية للمكان ده زي ما احنا عارفين وشفناه قبل كده في التصريفات الخاصة بالبنسات. نيجي بعد كده الخطوة التانية، بيقول لي هنحدد مسافة المرد واماكن العراوي. هنحدد مسافة المرد ومسافة العراوي، نشوف كده مع بعض هيكون ازاي. بصوا حضراتكم كده احنا متفقين ان اللي هنا ده هنا خلاص بعد ما نقلنا بنسة الصدر، هنا قفلنا بنسة الصدر ونقلناها في خط الجنب. تمام، متفقين ان الخط الاساسي اللي موجود هنا عندي ده خط نصف الامام، خط نصف الامام. طب المرد ده بيكون فين؟ بيكون براه، اللي هو الجزء الخارج لبره اللي احنا بنثبت بعد كده عليه زي ما هتشوفوا العروة والزرار. طيب المقدار المرد اللي انا بطلعه لبره ده قد ايه؟ طبعا مقدار المرد ده بيختلف من منتج لاخر ومن موديل لموديل تاني، وبيفرق معايا من مرد بسيط لمرد مركب. طب هل المرد ده لبلوزة؟ هل المرد ده لبلطو لجاكيت؟ على حسب. احنا متفقين حاجة اساسية عارفينها خالص، ان المرد التركيب اللي هو بيبقى جزء متضاف هنا عندي في الامام، الجزء اللي هنا قد الجزء البطانة بتاعته اللي ورا.
تمام. فبنقول لو المرد في البلوزه 2.5 سم بيبقى بطنطو نفس المسافه 2.5 سم، وبنزود 1 سم قدام وورا للخياطه، تمام. طيب لو المرد بتاعي مرد بسيط، يعني هو من قدام هنا لكن ما فيش هنا خط خياطه، تمام، فبيبقى عندي البطانه بطانه داخليه بتزيد مساحه البطانه عن عرض المرد. فلو قلنا عرض المرد في البلوزه 2.5 سم، يبقى البطانه بتاعته ضعف المرد زائد 1 سم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هتبقى 2.5 × 2 + 1، 2.5 × 2.5 5، وواحد سنتي يبقى 6 سم. يبقى المرد بتاعي 2.5 وبطنته 6 سم. احنا بندي مثال. طيب هل مرد البلوزه بيبقى قد مرد الجاكيت؟ طبعا لا، لازم مرد الجاكيت بيكون اعرض شويه. يعني ممكن نخلي مرد الجاكيت بتاعنا لو احنا هنعمل مرد جاكيت صيفي مثلا، ممكن نخليه 3 سم، يكون عرض المرد بتاعي 3 سم. يبقى المرد بتاعي اللي هو مقدار ما انا هخرج من خط النص للخارج هخرج قد ايه؟ 3 سم. طب وبطنته؟ احنا قلنا ضعفها زائد 1، يبقى 3 × 3 = 6 و1 = 7. خلاص كده يبقى احنا متفقين. يبقى لو انا هعمل بلوزة عندي نوعين من المردات، مرد تركيب ومرد بسيط. وعرفنا لو كان جاكيت برضو، لو جاكيت صيفي هيبقى حجمه ازاي، واقدر احسب بطانته ازاي. تمام، ادينا حددنا مقدار المرد اللي احنا هنخرجه من خط النص اهو، خرجنا لبره وطلعنا منه خط عمودي. بعد كده قال لي ما تنسيش تحددي اماكن العراوي. العراوي والزراير اماكنها بتحدد على خط نصف الامام وليس خط المرد، يعني على الخط بتاع البطرون الاساسي. شايفين حضراتكم الشرط اللي انا عاملاها باللون الاحمر ده؟ هي دي اماكن العراوي. طيب حددتها بناء على ايه؟ انا بقول ان انا حددت مكان اول زرار، انا عايز اول زرار يكون في المكان ده، تمام. وبسيب مسافه من تحت، من اسفل المنتج بتاعي بسيب مسافه لتحت. طب بسيبها ليه؟ طبعا لحريه حركه الجسم والرجلين. لو هقعد فبيديني مساحه لفتحه الجاكيت سنه، او لو انا بمشي برضو بتكون الحركه مريحه. يبقى انا سبت حددت مكان الزرار اللي فوق وسبت مسافه من تحت. المسافه اللي باقيه دي بقسمها على عدد الزراير اللي انا بستخدمه. يعني انا لو عايز 3 ازرار، انا حطيت الزرار الاولاني عايز احط زرارين تانيين، فبقسمها واشوف تطلع المسافة كام، وعلى اساسها بحدد مكان الزرار التاني ومكان الزرار التالي. طب هل هو بيكون من خط النص لجوه بس؟ لا، بقول بطلع 2 ملي بره خط النص وبشد خط بالعرض، وهو ده بيكون عرض او مقدار حجم العروة نفسها. ومقدار حجم العروة بيتحدد على مقاس الزرار. يبقى انا مش بروح اعمل العروة كده وخلاص بخلي الراجل يعملها لي ويقول له اعمل لي عروة بيعمل لي عروة. لا، ما انا لازم اوري له الزرار او اقول له حجم الزرار قد ايه على اساسه بيعمل لي حجم العروة، علشان ما اعملش عروة ويكون حجمها اكبر او حجمها اصغر من الزرار اللي انا هستخدمه. فلازم اكون محدد حجم الزرار وعلى اساسه بعمل مقاس العروة نفسها. خلاص يبقى انا حددت كده مقدار المرد اللي خرجته، حددت اماكن العراوي. هاجي بعد كده بيقول لي نحدد نقطه 1 عند نقطه قلبه الكولا، تمام، ونقطه 2 عند نقطه التقاء الرقبه الاماميه بالكتف، ثم نمد خط كتف الامام على استقامته. نشوف الكلام ده يعني ايه. ادي نقطه 1 اهي موجوده عندي على مكان المرد. مش انا طلعت بالمرد خط مستقيم وحددت ان دي مكان العروة الاساسية، يبقى دي النقطة رقم 1 الاساسية اللي انا بقول على اساسها هاتني الكول شال او هاتني الكولا. مش احنا متفقين ان الكولا الكول شال بتتني معايا لبره كده؟ ففي هنا بيتحدد معايا اول زرار، هي بتتني معايا لبره، تمام. فانا بحدد هنا مكان اول زرار. مكان اول زرار ده عند المرد بقول ان دي نقطة 1، يبقى ده النقطة بداية نقطة او خط اللي هيتني عليه او هينكسر عليه الكولة نفسها، تمام كده. يبقى دي نقطة 1. وقال لي حددي لي نقطة 2 عند نقطة التقاء الرقبة، رقبة الامام مع الكتف اهو، اديني حطيت هنا نقطة 2. بعد كده راح قايل لي ايه؟ مدي الكتف على استقامته اهو بالمسطرة، شديت خط منقط على امتداد الكتف، تمام كده. دي النقط اللي هو قال لي عليها. نيجي بعد كده بيقول لي يثبت كورساج الخلف عكسيا. عكسيا يعني ايه؟ يعني مقلوب.
تمام على كورساج الامام بحيث يتلامس عند حردة الرقبة عند نقطة 2، بحيث تبعد نقطة نهاية كتف الخلف عن الخط الممتد من كتف الامام بمسافة 8.5 سنتي. نشوف يعني ايه الكلام ده كله. بصوا كده معايا، انا شفيت جزء من الخلف، مش احنا كنا محضرين جزء الكورساج بتاع الخلف اهو، شفيت جزء منه. لو حضراتكم تاخدوا بالكم ادي حردة الرقبة الخلفية، وادي ده خط نص الخلف، وادي اللي هنا ده خط الكتف اللي هو فيه البنسة اللي احنا عادة كنا بنقفلها. شايفين حضراتكم احنا حطيناه مقلوب، خلاص ده اللي هو قال لي عليه، هنضع كورساج الخلف مقلوب. طيب ازاي قال لي مقلوب؟ قال لي بحيث ان يتلاقى حردة الرقبة الخلف مع حردة رقبة الامام في نقطة 2. ادي حردة الرقبة الخلفية اهي، وادي حردة الرقبة الامامية، تمام، اتلاقوا مع بعض في نقطة 2. شايفين حضراتكم عاملين لي انحناء ازاي؟ موجة. بصوا عاملين لي موجة ازاي، ما انا ثبتتهم عكس بعض بقى، خلاص. طيب انا هحطه كده وخلاص؟ قال لي لا، خدي بالك ان نهاية الكتف، مش احنا اتفقنا ان ده كتف الخلف، ان نهاية الكتف بتاعة الخلف ده تبعد عن امتداد خط 2 اللي هو خط الكتف بتاع الامام، يعني المسافة دي اللي هي الطولية دي تكون بين نهاية الكتف والخط الممتد ده تكون المسافة بعيدة عن بعض 8.5 سنتي، يعني هو بيحدد لي زاوية الميل. خلاص كده، يبقى تاني انا حطيت الخلف مقلوب بحيث ان رقبة الخلف مع رقبة الامام يكونوا ملتقيين مع بعض في نقطة 2، ونهاية كتف الخلف تبعد عن امتداد خط كتف الامام مقدار قد ايه؟ المسافة دي تكون قد ايه اللي بالطول دي؟ 8.5 سنتي، تمام. طيب نيجي نشوف بعد كده، بيقول لي نحدد نقطة 3 عند التقاء رقبة الخلف مع خط نصف الخلف، تمام، والمسافة من 2 لـ4 بتساوي 2 سنتي، والمسافة من 3 لـ5 بتساوي 3 سنتي. طيب نبتديها مع بعض خطوة خطوة. أول حاجة قال لي نحدد نقطة 3 عند رقبة الخلف من خط نصف الخلف. نشوف الكلام ده اهي، ادي نقطة 3، مش هي دي رقبة الخلف وده خط نص الخلف؟ قال لي حط هنا نقطة 3 اهي، حطيت نقطة 3. خلاص كده متفقين. نيجي نشوف تاني، قال لي المسافة من 2 لـ4 بتساوي 2 سنتي. المسافة من 2 لـ4 بتساوي كام؟ 2 سنتي. نشوف كده فين نقطة 2، ادي نقطة 2 اللي هي كانت عند التقاء رقبة الخلف مع الامام اهي، نقطة 2. قال لي من 2 لـ4 امشي على امتداد الخط المنقط ده مسافة قد ايه؟ 2 سنتي، وحطي لي نقطة 4 اهو. اديني مشيت يمين على الخط المنقط 2 سنتي وحطيت نقطة 4. طيب بعد كده قال لي المسافة من 3 لـ5 بتساوي 3 سنتي. فين نقطة 3؟ نقطة 3 اللي احنا لسه حاطينها اهو، اللي هي عند نهاية او نقطة تقاطع رقبة الخلف مع خط نص الخلف، ادي نقطة 3. قال لي انزلي على خط النصف بتاع الخلف ده، انزلي مقدار 3 سنتي وحطي لي نقطة 5 اهو. اديني مشيت على خط نص الخلف 3 سنتي وحطيت نقطة 5، تمام. طب وبعدين؟ قال لي ثم نصل نقطتي 5 إلى 4 باستدارة، ونقطتي 1 إلى 4 بالمسطرة لعمل خط انكسار الكولة. نشوف الكلام ده. قال اول حاجة قال لي وصلي 5 و4 باستدارة اهو، اهي اللي هي حاجة شبه حردة الرقبة الخلفية نفسها اهو، عملت خط منقط اهو باستدارة خفيفة من 5 لـ4. وبعد كده قال لي وصلي من 4 لـ1 خط بالمسطرة اهو، شايفين الخط المنقط ده بالمسطرة ده هو ده. طب ده الخط ده اللي هو ايه؟ قال لي ده بنسميه بعد كده خط انكسار الكولة. يعني ايه خط انكسار الكولة؟ يعني هو ده اللي هتني عليه الكولة وتبقى نايمة على منطقة الصدر في الامام، تمام. نيجي نشوف اللي بعده. بعد كده قال لي المسافة من 5 لـ6 بتساوي 6 سنتي. نشوف كده فين نقطة 5 اهو، احنا لسه حاطينها. قال لي لـ6 اللي هي على نفس خط نص الخلف، انزلي على خط نص الخلف ده مقدار 6 سنتي وحطي لي نقطة 6 اهو، يبقى من 5 لـ6 دي 6 سنتي، تمام. طب وبعدين؟ راح قايل لي المسافة من 6 لـ7 0.5 سنتي. نشوف كده نقطة 6 اللي احنا لسه حاطينها، قال لي 7 انزلي لتحت 0.5 سنتي اهو، نزلت 0.5 سنتي وحطيت نقطة 7، تمام. طب وبعدين؟ قال لي نصل نقطتي 3
الى 7 بالمسطره. طب ده معناه ايه؟ هيبقى عباره عن ايه الخط ده؟ قال لي بيمثل خط نصف خلف الكوله. تمام، معنى كده ان انا عدلت نص خلف الكوله، خط نص الخلف. تمام، ثم نصل 7 الى 1 باستداره. طب ليه هيبقى عباره عن ايه الخط ده؟ قال لي بيمثل خط الكوله الخارجي. نشوف كده. اول حاجه قال لي وصلي 3 ب7، اهو ادي نقطه 3 وادي نقطه 7، وقال لي ده هيبقى بالنسبه لنا خط نص الخلف بتاع الكوله الجديد. تمام، ادينا وصلناه اهو. طيب بعد كده قال لي وصلي 7 ب1 باستداره. شايفين حضراتكم اهو، شايفين الدوران اللي احنا طالعينه لبره ده اهو، ده كده قال لي وصليهم باستداره. طيب ده عباره عن ايه؟ قال لي ده الخط الخارجي للكوله، ده هيبقى الخط الخارجي للكوله اللي هو شكل الكوله هنا في الجزئيه دي كده. لما احنا ورينا على الموديل اللي كان معانا شكل الكوله كان معايا بالمنظر ده، جاي لي بدوران كده على الجسم، فهو ده الدوران اللي موجود معايا. تمام، طيب وبعد كده بصوا حضراتكم بقى لما اجي اطلع المنتج بقى نفسه لوحده كده، بصوا انا عايز افصل الجزئيه بقى بالكوله نفسها. احنا قلنا ان الكول شيل دي بالنسبه لي هي قطعه واحده مع الكورساج نفسه. بصوا كده معايا اللي متلون باللون الاحمر، اديني مشيت اهو، ادي خط نهايه المنتج بتاعي، طلعت على المرد، مش خط النص بقى، انا طلعت على المرد مع الخط الخارجي للكوله اللي هو بدوران لحد نقطه 7، وهو معايا الخط لحد نقطة 3 اللي هو بالنسبة لي خط نصف الخلف الجديد المعدل مع رقبة الخلف اهو. بعد كده مشيت على لحد نقطة 2، مشيت على خط الكتف بتاع الامام، حردة ابط الامام، وادي خط الجنب مع البنسة بتاعتي. يبقى ده كده الشكل الخارجي للمنتج بتاعي. خلاص كده انا عملت الكول شال اللي هي الكولة اللي متصلة بالجسم نفسه. طب لما هيجي يتحط المنتج ده على القماشه يبقى عامل ازاي؟ بيقول لي شايفه خط نصف الخلف ده؟ خط نصف الخلف ده عاده بيكون اللي هو بتاع الكول عاده بيكون متني، الا في حاله بقى لو انا هستخدم خامه مقلمه وعايز اعمل شكل يعني خداع بصري مثلا، فبجيب الاقلام قصاد بعض كده بالورد، يعني بتديني شكل مثلثات سواء نازله لتحت او طالعه لفوق على حسب. ده في حاله لو انا حابب اعمل خداع بصري او شكل في الجزء بتاع الخط الخلفي او خط نصف الخلف بتاع الكولة. لكن في العادة خط نصف الخلف بتاع الكولة اللي موجود معايا ده بيكون كله على بعضه قطعة واحدة، فمعنى كده ان الجزئية دي بتبقى محطوطة على قماش متني، ما بيبقاش فيه خط خياطة هنا. طيب نيجي نكمل مع بعض كده ونشوف. عايز اعمل بطانة للمنتج ده، ما احنا اتفقنا ان اي مرد بيكون ليه بطانة، وطبيعي اي كولا بيكون ليها بطانة اللي هي تنظيف ليها. طيب ازاي بقى البطانة دي هنعملها؟ نشوف كده مع بعض. بصوا حضراتكم بيبقى شكلها عامل ازاي، ده اللي احنا بنتكلم فيه. شايفين حضراتكم الجزء ده، دي السالية او القماشة المبطنة للمنتج بتاعي. انا مش بتكلم في ده، انا بتكلم في الجزئية دي اللي هي من نفس لون خامة المنتج نفسه اهي، اللي هي الجزء ده، ده البطانة بتاعة المرض. تمام، اتفقنا وكنا لسه متكلمين ان في العادي بيكون ان هي ضعف مقدار المرد زائد 1 سنتي، ده في البلوزات العادية او في الاكوال العادية. لكن مع الكول شال والكول تاير هنشوف ليها طريقة مختلفة. نشوفها مع بعض كده بتكون عاملة ازاي عشان تطلع لي بالمنظر اللي ظاهر قدامنا ده. بيقول لي اول حاجة يقاس 4 سنتي على كتف الامام من نقطة 2 لعمل خط البطانة الداخلي اهي. المفترض ادي الكتف بتاعي بتاع الامام، دخلت عليه المقدار اللي احنا اتفقنا عليه، او لو مش عندي المقدار ده انا ممكن ادخل لحد نصف الكتف. هو قال لي ادخلي 4 سنتي، بس انا ممكن ادخل لحد نصف الكتف مفيش مشكلة. وبعد كده نشف البطانة ويضاف لها ويضاف لها 1/4 سنتي حول الحافة الخارجية للكولة. ازاي؟ اديني شفيت اهو، ادي الكتف وشفيت حردة الرقبة الخلفية، الخط الجديد بتاع خط نصف الكولة، وشايفين الخط المنقط ده، ده خط الكولة الاساسي مع المرد وخط نهاية المنتج بتاعي، ووصلت ال4 سنتي اللي عند الكتف بنهاية المنتج بتاعي. طب هنا كان بيقول لي ما تنسيش تطلعي 1/4 سنتي
سوري ندخل ربع سنتي للداخل. طب ليه انا بدخل ربع سنتي للداخل؟ علشان خاطر لما باجي اتني الكولة بتاعتي من هنا من الخط الخارجي بتاعها ما بيبقاش، مش حابه يبقى باين البطانه، ما بتتقلبش لقدام، ما تظهرليش البطانه، لا انا عايزه الجسم نفسه هو اللي عايزه الجسم، جسم بقى انهي اللي هيبان. انتوا بصوا معايا كده، لو الكوله بالمنظر ده تمام انا بتنيها لبره، هنا الجسم وهنا دي البطانه، فانا بزود البطانه هي اللي لبره الربع سنتي ده عشان تخفيلي الشكل اللي من تحت، ما يبانليش خط خياطه على الحواف من هنا. تمام، تاني يبقى انا الكولة بتاعتي هي المفترض مفروضة معايا بالنظام ده، ده كده الجسم كله على بعضه، انا من جوه من هنا علشان خاطر اتنيها واطلعها لبره هنا بقت البطانة، خلاص ما بقاش بقى الجسم، بقت البطانة، فعشان كده انا بزود حجم البطانة عن الجسم الاساسي ربع سنتي للخارج. ليه انا بزود؟ عشان ما يبانليش خط الخياطة اللي هيبقى هنا، ما يبانليش بشكل وحش. تمام، يبقى انا بزود حجم البطانه مقدار ربع سنتي. بص نبص كده مع بعض في الرسمه، احنا قلنا الخط المنقط ده ده الجسم الاساسي للكول، احنا خرجنا براه ربع سنتي اللي هو مجرد 2 او 3 مللي بس، اللي هي الحدود الخارجيه اللي هي معايا باللون الابيض ده، زياده بسيطه خالص، بتكون نظافه شغل لما باجي اخيط ما بتبانليش الخياطه بقى، الخياطه بتكون من تحت ما بتبينش معايا حاجه. بعد كده بيقول لي اسفل نقطه الكولة بيرسم خط مائل لعمل فصل جزئي للبطانة. يعني ايه الكلام ده؟ فاكرين نقطة واحد اللي احنا كنا حطيناها هنا؟ هو بيقول لي تحت منها انا ممكن اعمل خط مائل كده للخياطة. طيب انا بعمله ليه؟ بعمله في حالة لو انا عندي القماش اللي باقي معايا مش هيكفي يخليلي البطانة كلها على بعضيها قطعة واحدة، او عشان خاطر ما هضرش في القماش، فاعمل ايه؟ بنعمل الخط الفاصل ده، اخلي الجزئيه اللي فوق من الكوله من القماشه، واقدر بعد كده اخلي الجزء السفلي ده برضو من القماشه. تمام تمام، فانا كده معايا ممكن لو انا عندي القماش كفايه ويكفيني بعمل البطانه كلها على بعضيها قطعه واحده، لو لقيت ان انا هقدر في القماش يمكن او يساعدني او يستحسن ان انا افصل خط خياطه هنا واخلي الجزئيه دي لوحديها والجزئيه دي لوحديها. هاجي بعد كده للكول تاير سريعا، هي بالنسبه لي نفس الشكل بتاع الكول شال، بس زي ما احنا اتفقنا في هنا خط خياطه، الشال كانت كلها على بعضيها قطعه واحده، لكن هنا في خط خياطه، بصوا هتلاقيه هنا ظاهر اكتر، في هنا خط خياطه، فبالنسبه لي الجزئيه اللي فوق دي بتبقى كوله لوحديها، والجزء اللي تحت ده بيكون ريفيرا، ده بنسميه ريفيرا. تمام، خطوات رسمها نفس خطوات شكل الكول شال بنفس الطريقه بالظبط، بس مع اختلاف ان انا بمشي مع دوران حرده الرقبه الاماميه واعمل خط مايل هنا، ومن نصه بعمل شكل السبعه ده، بتبقى بالنسبه لي الجزء اللي فوق ده كوله والجزء اللي تحت ده بيبقى متصل بالجسم نفسه اللي هي الريفيرا، والمثلثة اللي هنا دي بتترمي خلاص مش بتبقى موجودة عندي. البطانة بتاعتها بتتحدد اهو برضو نفس الحكاية، اهي لجوه دخلت مقدار الاربعة سنتي او نص الكتف، وبعمل الجزئية دي لوحديها والكولة لوحديها، اهو بالنسبة قدامنا ده الجسم وادي الكولة بعد ما اتفصلت بالريفيرا، وهنا الكولة لوحديها. تمام كده، طبعا الجزئيه دي الكوله بعملها طبقتين، وبيكون خط النصف بتاعها ده بيكون على متني. لكده ان شاء الله نكون يعني حاولنا بقدر الامكان نعرف حضراتكم النوعيات المختلفه للاكوال، وازاي اقدر افرق بين كل كوله والتانيه، وازاي اقدر استغلها واستخدمها بخامات مختلفة او بالوان مختلفة بتديني اشكال متنوعة للمنتج بتاعي. وشرحنا بالتفصيل الكول شال والكول تيير، حاجة جديدة بالنسبة لنا اقدر استخدمها في عمل الجاكيت الصيفي اللي هيناسبني النهاردة، لو انا حابب ملبس بلوزات بس او تيشرتات بس وحابب اجدد من نفسي، او اعمل فكرة مشروع صغير للجواكت الصيفي، فابقى محتاجة ان انا اشتغل بالكول شال او الكول تيير. عرفنا طريقة برضو مبسطة للاتنين ازاي اقدر
استخدمه وازاي يديني الشكل بتاعها من الكولة الواحدة. ممكن اعملها بدوران، ممكن اعملها بشكل مدبب شوية، ممكن اعملها شكل فسطونات، ده انا حرة حسب الموديل بتاعي او انا ابتكر فكرة جديدة. لكن الطريقة الاساسية لرسم الباترون بتاعنا ثابت، هو الخط الخارجي لرسمة الكولة بس هو اللي بيكون مختلف. وقدرنا نوصل في النهاية بتاعتنا ان يكون ده شكل الكول شال بالنسبة لنا، ده المنتج بتاعي ودي البطانة بتاعته لما تبقى قطع على بعض، او ممكن افصلها لو انا مش عندي القماش كفاية او مش عايز اهدر بالشكل الكفاية. وهنا زي ما شفنا مع بعض، هنا الكول تاير ده الجزء الاساسي خالص، وبعد كده البطانة بتاعتنا فصلنا الريفيرا والكولا. وبكده تكون انتهت حلقتنا النهاردة، ارجو نكون استفدنا منها وان شاء الله نقدر نصنع بايدينا وننفذ حاجة تنفعنا وتنفع غيرنا. على وعد بلقاء اخر ان شاء الله، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.